استاذ عدي لكل فعل ردة فعل. أي. بما انه هنالك ضربات توجه من قبل الفصائل المسلحه للقواعد الامريكيه وللمصالح الامريكيه داخل العراق، الامريكان سوف يقومون باتخاذ اجراءات اخرى، وهم قاموا الان باتخاذات اجراءات احترازيه، منها عدم ابلاغ رعاياهم عدم السفر الى العراق، غلق مكتب الامن في السفاره الامريكيه، وهذا المكتب مهم جدا لانه يقدم الخدمات الاستخباريه وخدمات تصليح المعدات للطائرات والدبابات الامريكيه المستورده من العاده، وخاصه الاف 16. فهذه كل الامور تضعنا في موقف محرج. هذا الاجراء الاول التي اتخذته السفاره الامريكيه والخارجيه الامريكيه، واذا بدات الضربات تتوالى على القواعد الامريكيه هنالك اجراءات اخرى ممكن ان تتخذها الجانب الامريكي، ان يتخذ بعض الاجراءات، ولعل اهمها هو الجانب الاقتصادي ومسكنا من اليد الذي توجعنا وهي عمليه الدولار، وهم ما شاء الله بداوا بتقنين ايصال الدولار الينا بالايام الذي عشناها، ولذلك ارتفع السوق وارتفع الدولار، واليوم 162 الدولار. تابعوا دي ابشر.